صحيح. المحاضرة الثانية من ضمن محاضرات الفصل الأول للموقع. اليوم راح نتحدث عن الكرة الأرضية. لربما أحد يسأل سؤال: لماذا الكرة الأرضية؟ الحقيقة لأننا نتحرك على أرجاء بحار ومحيطات الكرة الأرضية، واللي تشكل 3/4 مساحة الكرة الأرضية، ولأن علم الملاحة صمم خرائط وأجهزة أيضا مختلفة، ووضع علامات إرشادية في هذه البحار المغلقة أو المفتوحة والقريبة خاصة على الساحل. وهناك العديد من الفعاليات اللي احنا نجريها على سطح الكرة الأرضية. كل هذه الفعاليات تستوجب أن ندرس الكرة الأرضية بتمعن، ونضع في حساباتنا كل الأمور التي تنسجم مع الرياضيات وعلم الفيزياء والفلك، حتى نعالج التشويه. هذه عبارة راح تكرر عندنا، distortion، التشويه اللي يصير عندنا بالخرائط أو الايرور اللي يصير عندنا بالأجهزة، والأخطاء اللي تتسبب نتيجة اختلاف الظروف أو الأماكن. الأرض هي الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية، أي تقع في المدار الثالث، الكوكب الثالث بعد عطارد بعد عطارد والزهرة. تكون الأرض هي الكوكب الثالث خلال هذه المدارات. شكل الأرض بيضوي أقرب إلى الكروي، يعني غير منتظم تماما. القطر الأفقي أكبر من القطر العمودي، لكن لدواعي الاستخدام الرياضيات وعلم الفلك اعتبرت الأرض كروية. الأرض تدور حول نفسها 360 درجة كل يوم، يعني بمعدل 24 ساعة ينتج عنها الليل والنهار. أيضا الأرض لها دوران حول الشمس أيضا 360 درجة كل سنة، بمعدل 365 يوم وربع، ينتج عنها الفصول الأربعة: الربيع سبرينج، الصيف سمر، الخريف أوتوم، الشتاء وينتر. وهذا الاختلاف اللي يصير في الفصول الأربعة ناتج عن ميلان محور دوران الكرة الأرضية بزاوية مقدارها 23.5 تقريبا. بالضبط هي 23 درجة و27 دقيقة، وهذا المقدار يتزايد وينقص ما بين هذا الزاوية 23 و27 دقيقة. فلما يكون في وضع الربيع والخريف يكون تكون الزاوية ميل الزاوية على الإكليبتيك اللي هو المدار صفر، بينما عند الشتاء أو الصيف تكون في أقصاها 23 و27 دقيقة، إلا أنه في الصيف يكون الميل باتجاه الشمال، وفي الشتاء يكون الزاوية ميلها باتجاه الجنوب. حركة الأرض حول نفسها والمدار غير ثابت، فعندما تكون الأرض قريبة من الشمس، يعني لما تكون الشمس في البؤرة القريبة
فإن سرعتها تكون كبيرة، وهذا في فصل الشتاء، لذا يكون اليوم أقصر، وتكون سرعتها بطيئة لما تكون بعيدة عن الشمس في فصل الصيف، أي يكون اليوم أطول. سبب ثبات الأرض في مدارها يعود إلى قانون نيوتن، كل كتلتين بالكون تجذب إحداهما الأخرى بقوة تتناسب مع ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع البعد بينهما. هذا القانون الحقيقي يتحكم في حركة الأرض بحيث تكون مضبوطة خلال المدار اللي هو على شكل قطع ناقص ما بين قوة جذب وقوة طرد مركزي. قوة الجذب اللي هي ناتجة عن جذب الكرة الأرضية والشمس، والطرد المركزي الناتجة عن طريق الحركة الدورانية حول نفسها. فلذلك نشوف الكرة الأرضية تدور بسرعة كبيرة جدا لما تكون الشمس في البؤرة القريبة حتى تتلافى التصادم، بينما تكون سرعتها قليلة لما تكون الشمس في البؤرة البعيدة. محور دوران الكرة الأرضية. The Earth's axis of rotation or the wobble effect. Let's begin by talking about the Earth's axis. The Earth rotates on an axis. The axis is tilted at an angle of 23.5 degrees. The Earth rotates around its axis once a day. The tilt of the axis affects when seasons occur. When the axis tilts toward the sun, the northern hemisphere experiences summer, while the southern hemisphere experiences winter. In half a year, the Earth will revolve elliptically, counterclockwise around the Sun, while the axis stays tilted at 23.5 degrees. When the axis tilts away from the Sun, the northern hemisphere then experiences winter, and the southern hemisphere experiences summer. The axis of rotation, also known as the wobble effect. The Earth's axis has an axis of rotation, and, just like a top, the axis spins. The angle does not change, only the direction of the axis. The axis of rotation will complete a full cycle approximately every 26,000 years. Today, this is how the seasons correlate with the axis of rotation and its orbit around the Sun. حول الشمس تكون عكس عقارب الساعة. 3,000 years ago, the axis of rotation and the seasons would have looked like this. years from today, the axis of rotation will have moved more than 1/9 of a full cycle. Therefore, in 13,000 years, the occurrence of the seasons will be opposite than it is from this year. After 26,000 years, the axis of rotation will have completed a full cycle, and the occurrence of the seasons in the Earth's orbit will start over. In relation to the stars, the Earth's axis currently points toward the star Polaris. Due to the axis of rotation, the Earth's axis will be pointing somewhere near the star Vega in 13,000 years. فهذا عندنا استدلال انه الارض ما وصلت الى هذا المجال من الترنح بحيث لا تزال الارض تدور بنفس الزمن وبنفس المسار حول الشمس وحول نفسها. هذا يدلنا على وجود محور تدور حوله الكرة الأرضية، وهذا المحور راح نستفاد من عنده في حساباتنا المستقبلية لعلم الفلك.
الأقطاب الأرضية بعد ما تفرجنا على الفيلم هذا القصير وضح أمامنا أنه يوجد محور لدوران الكرة الأرضية، وهذا المحور هو وهمي بالحقيقة، إلا أنه يجب أن نستدل عليه بطريقة أخرى إن شاء الله راح نأخذها مستقبلا. وتقاطع هذا المحور مع سطح الكرة الأرضية راح نستخدمه ونعبر عليه بالأقطاب، يعني تقاطع المحور بالجانب الشمالي راح نسميه بالقطب الشمالي، والمعاكس إلى تماما راح نسميه بالقطب الجنوبي. الاستدلال راح يكون فلكي بالنسبة أن هناك نجم يدعى بولارس أو بول ستار. بول ستار هذا النجم الأحمر اللي موجود في الأعلى. لوحظ أثناء دوران الكرة الأرضية اليومي أنه هذا النجم يبقى ثابت في مكانه في السماء، يبقى ثابت في مكانه في السماء عكس النجوم الأخرى أو المجموعات النجمية الأخرى، الأجرام السماوية الأخرى نشوفها تتغير مواقعها بمرور الزمن. طيب، هناك طرق عديدة إن شاء الله بمحاضرة لاحقة راح نستخدمها ونشوف شلون نتعرف على النجم القطبي البولستار. هذا النجم القطبي بما أنه لا يتحرك خلال السنة، إذن هو على امتداد الخط الواصل في مركز الكرة الأرضية اللي مرسوم أمامنا، عبارة عن بي داش من الأسفل إلى الأعلى بي، يعني من نرسم خط مستقيم من النجم القطبي إلى مركز الكرة الأرضية يظهر هذا الخط اللي هو من الأعلى نقرأ بي بي داش ومرورا بالنجم القطبي. هذا التقاطع اللي رسمه مع سطح الكرة الأرضية البي داش مع البي يرسم لي نقطتين، نقطتين على سطح الكرة الأرضية. هذه النقطة اللي هي القريبة من البي راح نسميها بالنورث، نسميها نورث اللي هو الشمال لأنه مواجه إلى النجم القطبي. أما الجانب الآخر المعاكس إليه اللي هو القريبة من البي داش راح نسميها ساوث، نرمز لها بالاس ساوث اي القطب الارضي الجنوبي. اما الجانب اللي هو يكون على يمين ويسار فهذه جهات وراح ناخذها ان شاء الله بالشرائح القادمه. الجهات الارضيه الاربعه the cardinal points of the earth، هناك اربع جهات يجب أن نتعرف عليها وإحنا سابقا متعرفين عليها من أيام الدراسة الابتدائية والمتوسطة. لعله المحور اللي ظهر أمامكم العمودي اللي هو يقابل محور دوران الكرة الأرضية واللي يقطع قلنا الكرة الأرضية في نقطتين، النقطة اللي هي بالأعلى سميناها النورث والنقطة اللي هي بالأسفل سميناها ساوث. أما الجهات الشرقية والغربية فنرسم خط مستقيم عمودي على النورث ساوث اللي رسم قبل شوية، وراح يكون الجانب الذي تدور منه الأرض الشرق اللي هو راح يكون على اليمين، والجانب الآخر المعاكس إلى الغرب ويست. بهذه التشكيلة راح تكون عندنا الكرة الأرضية مقسمة إلى أربع جهات، نقطتين نورث وساوث والجهات الشرقية
والغربية. أركز على النورث والساوث عبارة عن نقاط، نقاط محددة فقط. أما الشرق فيأخذ الجانب الشرقي هذا بالكامل، والجانب الغربي أيضا يأخذ الجانب الغربي بالكامل. فإذا الأقطاب النورث and south نقاط، أما الإيست والويست الشرق والغرب فهي جهات يعني متعددة النقاط. التمرين العملي اللي انه احنا نظهر طبعا ليلا البول ستار ونركز عليه فنشوفه، مجرد ما اتواجه ويا وجهي عاليه وافرد اليدين اليمين واليسار مثل ما جاي تشوفون، اليمين راح يشير الى الشرق واليمين اليسار يشير الى الغرب، بينما الامام او الاعلى هو راح يكون الى الشمال، والخلف او الاسفل راح يكون الساوث. طبعا الملحوظه واضحه امامكم، the observer at the north pole. هنا الراصد يجب ان يكون في القطب نفسه الشمال، في القطب النورث بول، القطب الشمالي نفسه. يلا نشوف احنا هذا المنظر، يعني يظهر عندي النجم القطبي بالسم تماما فوق الراس تماما، فلذلك الجنوب الأرضي راح يكون أسفل القدمين طبعا بالجانب الآخر للكرة الأرضية. ومن نفتح الأيادي راح تكون اليمين هو الشرق واليسار هو الغرب. هنا المنظر لا في أي موقع من الكرة الأرضية، هسه هذا موقع تقريبا هو موقع البصرة أو المعقل، لاحظ في المركز هذا الدائرة دائرة الأفق، يقف هنا شخص راصد ينظر إلى النجم بولارس أمامه، حدد جهة الشمال فسقط البولارس على الأفق، ظهر عنده جهة عفوا القطب الشمالي الشمالي الأرضي. الخلف تماما راح يكون الساوث اللي هو الجنوب الأرضي. من يفتح الأيادي راح تكون اليمين اللي هو اتجاه شروق الشمس الإيست، واليسار اللي هو غروب الشمس اللي هو الويست. شكرا جزيلا لمتابعتكم، على أمل أن نلقاكم في محاضرة قادمة إن شاء الله.